السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. الأهلي النهاردة بيفوز على النادي الإسماعيلي 3 نقاط في غاية الأهمية، في غاية الأهمية للنادي الأهلي. الأهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا 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 أمام النادي الإسماعيلي. واحد يقول لي أنت ليه خليتها كبيرة قوي قوي قوي، يعني ليه خليتها كده؟ لأنها مباراة لفرقتين، الفرقتين بيعانوا من إجهاد شديد جدا، ولكن صفة الكبار وصفة البطل في أصعب حالاته يكسب، لو مش موفق يكسب، لو مجهد يكسب. لعيبة الأهلي النهارده مجهدة فنيا بدنيا وذهنيا، ولكن عاملين النهارده مباراة كبيرة، وكانوا النهارده ممكن يتقدموا بهدف وباثنين وبثلاثة. دايما بنقف عند نص الكوباية المليان، وأحيانا نقف عند ربع الكوباية الفاضي علشان نعالج سلبياتنا. مباراة النهارده فنيا كانت ممتعة من جانب الفريقين في أوقات، وفي أوقات تانية كانت متوسطة المستوى، ولكن الحالة العصبية اللي كان عليها النهارده بعض لاعبي النادي الإسماعيلي كانت الحقيقة مشهد لازم 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 يقفوا ويتفرجوا ويعرفوا ان الكورة مش بتاعت كده، يعني يعرفوا ان الكورة مش بتاعت كده. ده الهدف، ثم الهدف اللي عليه حالة جدال شديدة جدا جدا جدا. وعندي نصيحة برضو لصاحب الهدف محمد حسن. محمد حسن رد او طلع دلوقتي كتب يعني تويتة او كتب حاجة، وجهة نظره تحترم. محمد حسن تواصل مع حد من الإعداد من عندنا وقال اللي حصل في اللعبة، وقال اللي حصل في اللعبة. إما فكر كده 5 دقايق أو 5 ثواني أطلع أقول عادي إن حامد وجدي يكلم محمد حسن وقال له كذا، بس واضح إن محمد حسن عليه ضغط جماهيري في النادي الإسماعيلي. نقدر كده تماما، نقدر كده تماما، بس النصيحة اللي أنا عايز أقولها له كنصيحة أخ. لو بفكر في أي حاجة، بفكر في سبق، فبفكر في قصة، فحطلع أقول والله ما توصلنا مع الراجل قال كذا، وده عادي، ده في الإعلام عادي. ولكن هو في رده غلطان، لأن في بعض الإعلاميين تواصلوا معاه والراجل قال وجهة نظره إلا قالها لنا، فالقصة مش عندنا إحنا بس، وهم الناس طلعوا قالوا ووجهة نظر تحترم. فأنت النهاردة بتقول لا ما حصلش، لا، الناس اللي تواصلت معانا محمد قال لهم، ولكن انا مش هقول قال ايه عشان ما سببلوش ازمه او سبب له احراج او سبب له اي مشكله. ولكن هو كمان ما كانش ينفع يرد، لان الزملاء اللي طلعت قالت هم سالوه الاول، سالوه قالوا له انت ايه اللي حصل، فطلعوا قالوا زي ما احنا بنكلم لعيبه من الاهلي من الزمالك، زي ما احنا اجتهدنا الزملاء الاعلاميين اجتهد او زميل اعلامي اجتهد وطلع قال وبتاع ويشكر. طلع النهارده خلاص اديله بقى ظهرك، حتى لو انت اتزنقت، يعني لو اتزنقت اديله ظهرك، لكن ما تطلعش بقى تقول ايه ما حصلش، لان نفس اللي انت قلته هناك قلته هنا. يلا، دي بس نصيحه لمحمد. محمد لعيب كبير، ونتمنى له يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. كابتن جهاد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينا. اخبارك يا كابتن؟ والله الحمد لله، فضل ونعم ربنا. هدف النادي الاسماعيلي الملغي وهدف النادي تمام. الاهلي صحيح ولا لا؟ عايز تبتدي بان واحد حضرتك؟ هبتدي بالاهلي اللي جه الاول، هدف الاهلي. اللاعب المدافع اللي خرج بره خط المرمى دوت يعتبر في القانون موجود على خط المرمى. تمام. وبالتالي هو بيرتتاو متغطي باثنين لعيبه لحارس المرمى واللاعب اللي موجود على خط المرمى، والهدف صحيح مفيش فيه تسلل، ومراجعه صحيحه من حكم الفار والقرار صحيح. تمام. انا كابتن يعني السؤال، هو اللعيب كان الهدف بالنسبه له ايه؟ يعني انا شايف اللعيب خرج بره الملعب، كان عايز ايه؟ يعني كان عايز هو إيه؟ تخيل ان لما يخرج بره الملعب يبقى مش مغطي التسلل. طبعا هو ده تصرف غير، يعني هو اللي خارج بكامل ارادته وفي دماغه ان لما يخرج بره الملعب انه مش مغطي التسلل. لا، انت لما تخرج بره بالمنظر ده قانونا تبقى انت موجود على خط المرمى، فانت مغطي مع الحارس التسلل، وبالتالي وجودك في الملعب او خروجك مش هيفرق. عشان هو دايس على الخط يا كابتن ولا عشان
لا 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 خليه خليها كابتن، كابتن سيف يقول بره خالص، يمشي يبعد متر عن الخط كمان، برضه هو يعتبر في القانون موجود على الخط، فده خارج بكامل ارادته بالمنظر اللي حصل في اللقطه ديت. هو موجود، هو قانونا موجود على الخط، حتى لو بعد متر على الخط برضه هو موجود على الخط وحسب كما كان موجود على الخط. هي دي تخضع، هي دي تخضع للتحايل شويه يا كابتن، ان هو كان عايز يعمل تحايل فخرج في التوقيت ده بره الملعب؟ لا مش تحايل، بس بتتكلم انت خارج بكامل ارادتك، وبالتالي انت انت موجود قانونا خط المرمى، حتى لو انت بعدت على خط متر فانت موجود على خط المرمى ومغطي التسلل، وبالتالي انت يعني اعتبارا في القانون انت موجود على الخط، وانت والحارس موجودين يبقى انت مغطين التسلل، اللي بالهدف صحيح ومش في تسلل خالص. هل اللاعب يا كابتن مش عارف القانون؟ باللقطه دي انا شاكيت في ده، يعني باللقطه اللي هو عملها اللي هو خروج بره بره الملعب بالمنظر اللي هو عمله ده، وان هو وقف ودنه فتره بره كده، شاكيت ان هو ممكن ما يكونش عنده النقطه ديت، او مش واصله النقطه ديت في القانون، مش واصله له، وبالتالي ممكن وارد جدا يكون ده موجود. يعني لقطات الحقيقه يعني بنقعد نشتغل سنين وتيجي لقطه كابتن نشوف حاجه جديده، يعني اعتقد ان دي من اللقطات القليله جدا جدا اللي شفتها في التحليل يعني. صحيح. اللقطه الثانيه يا كابتن. اللقطه الثانيه هدف الاسماعيلي. ركله الحره اللي تم احتسابها كانت ركله صحيحه، والانذار كان انذار صحيح. والتنفيذ يا كابتن هنتكلم على الحكم في الملعب والمساعد، مفيش تسلل الاول احتسب ومفيش تسلل، والحكم احتسب الهدف. وبالتالي تم استدعاء الحكم من حكم الفي ار. طيب الحكم الفي ار جاب له لقطه تحكيميه انا بقول عليها لقطه خادعه، لان مفيش اللقطه دي لا يمكن تثبت ان في لمسه يد او تنفي وجود لمسه يد. وبالتالي كان واجب على الحكم لما وقف قدام شاشه الفي ار وجاب له اللقطه دي يقول له اديني لقطه ثانيه او زاويه ثانيه عشان اتاكد الكره اللي جت في ايده ولا ما جتش في ايده. كلام كتير يا كابتن سيف على اللعيب، قال لي جت في ايدي ما جتش في ايدي، الكلام ده على فكره كتحكيم بعيد جدا عن الواقع، احنا بنتكلم في لقطه تحكيميه بعيد انا بغض النظر اي حاجه. تفتكر معايا لقطه عواد ولمس الكره في نص الملعب واللاعب اللي كان قدامه ما شافش لمس اليد، انا بتكلم على صوره، الصوره التحليل التحكيم بنتكلم على صوره، صوره قدامنا، الصوره لما جت اللقطه ورا الجون اللاعب بالاسماعيلي ما جاتش الكره في ايده تماما، لا الايد اليمين ولا الايد الشمال، وبعد الايد اليمين عن الكره حوالي متر، وبالتالي انت لما تصور الكره ويا بعد متر من يمه الايد هيهيئ لك او هتتخيل ان الكره لمس الكره لمس الايد، وده ما حصلش، وبالتالي بنتكلم على هدف صحيح للاسماعيلي تم الغائه. انت يا كابتن يعني معلش حضرتك شفت اللعبه ازاي؟ لان انا الحقيقه انا شفت اللعبه من جميع الزوايا الزوايا مش عشان ابقى واضح يعني مش عارف اخد قرار يعني. كابتن احمد الشناوي قعدت سمعته في التحليل جاب اللعبه من جميع الزوايا وفي الاخر انا ما سمعتش قرار برضه. كابتن انا اللعبه اللي ورا الجون، الصوره اللي ورا الجون توضح لي تماما ان مفيش ايد لمس الكوره. الايد اللي جابها الفي ار للحكم الايد اللي هي اليمين على بعد متر من الكوره، ما جاتش يمتها الكوره اساسا. اذا كنت هتشك بايد الشمال، الشمال كانت بعيده جدا عن الكوره، مفيش لمسه يد يا كابتن سيف في اللقطه خالص. نتكلم على لقطه تحكيميه واضحه وصريحه من الزاويه اللي ورا الجون. الزاويه اللي الحكم الفي ار جابها. طب يا جماعه الزاويه اللي ورا الجون. اللي ورا الجون هتلاقي اللقطه الزاويه دي بتتفرج عليها بقى وشوفها معايا يا كابتن سيف وانت بتتفرج عليها معايا. تمام انا عايز اللي ورا الجول. اللي ورا الجول هي دي لقطه برضو مش موضحه خالص يا كابتن. لا اللي ورا الجول يا كابتن سيف اللي بتصورها انت بتصور انت كانك واقف على خط المرمى. هي دي يا كابتن اللي ورا الجول. ماشي يا جماعه ما فيش ايد موجوده في اللعبه. هات لي ايد انت تشك ان في ايد جايه في اللعبه، انهي ايد ممكن جايه في اللعبه جايه في الكوره؟ انت قول لي انت الصوره قدامك. طب يا كابتن سيف همشي لك انت مش متاكد تمام؟ انا كحكم في ار بغير القرار امتى؟ لما يبقى عندي يقين ان الحكم مخطئ. فين اليقين اللي انت خدته من اللقطه اللي انت جبتها ان الحكم مخطئ؟ طب الحكم غير قراره بناء عليها يا كابتن بلاش حكم. ما انا بقول لحضرتك اهو انا بقول لك انا كحكم في ار استدعي الحكم في حاله واحده، لما عندي اليقين من لقطه تحكيميه ان الحكم المباراه خد قرار خاطئ تماما. ايوه بس الحكم لما راح يا كابتن رجع بقرار قاطع. بقرار ايه؟ بقرار قاطع يعني رجع واضح ان الغندور ما كابتن سيف اذا كنت حضرتك دلوقتي بتتكلم بتقول الناس المحللين محدش فيهم خد قرار. يعني اللقطه التحكيميه اللي بتتكلم عليها اللي جابها له مش موضحه اذا كان في لمسه يد او مفيش لمسه يد. انا كحكم في ار اتدخل ليه؟ اذا كان اصلا ما عندكش صوره تقول ان في لمسه يد. لا انا باكد لك انا بقى ان الكوره اللي ورا الجون مفيش فيها لمسه يد تماما. انت جبت له لقطه
تحتمل وجود لمسة يد وتحتمل عدم وجود لمسة يد. الغريب يا كابتن ان محمد حسن مستسلم تماما، يعني برضه وهو يا كابتن سيف انا ماليش دعوه برد فعل اللعيبه، انا بقول لك لقطه تحكيميه قبل كده هفكرك برضه معايا، خلي بالك فاكرها كويس من نص الملعب فاكرها. واللعيب اللي افريقي اللي كان موجود بينه وبين عواد كان رد فعله ايه؟ ولا نطق ولا رفع ايده ولا اشتكى. كابتن انا ماليش دعوه برد فعل اللعيبه، انا ليا دعوه بلقطه تحكيميه. يعني انت اللقطه مش اخذه معاك شد وجذب كابتن؟ لا خالص، انت بتتكلم على لقطه تحكيميه سهله وواضحه، لقطه مش محتاجه تاويل. على فكره اللقطه دي لاي لون من الوان الفرق اللي موجوده في الدوري هقول نفس الكلام، القصه مش قصه لمين ولا على مين. لا القصه كابتن هي قصه تحكيميه مش حاجه، هي قصه تحكيميه. اللقطه اللي انت جبتها له كحكم في ار دي لا يمكن لا يمكن في اي مكان في العالم تغير قرار، لان اللقطه دي لا يمكن تثبت لمسه يد ولا يمكن تنفي لمسه اليد. وبالتالي انت ليه جبت في لقطه انت اصلا مش يعني بيتحيروا قدامك؟ طب اديله زاويه ثانيه، اديله زاويه ثالثه، وكان الحكم لازم يعمل. انت كابتن شايف تلفزيون قدامك؟ شايف ايه؟ شايف الشاشه قدامك حضرتك؟ لا انا مش قدام الشاشه. لا مش قدام الشاشه، لان يعني هم كبروا الصوره وجابوا من كادر كده، ممكن يكون هناك اختلاف. لا بس ما توقفش يا كابتن سيف، اللي خلي الكادر اي كادر تحكيمي بيبقى فيديو مش صوره. ايوه بتفرق كتير يا كابتن؟ ايه؟ بتفرق كتير؟ طبعا جدا، مفيش تعليمات حتى واحنا بنشتغل في الفي ار كناس حكام شغاله في الفي ار، احنا بنشتغل على صوره تحكيميه فيديو مش صوره فوتوغرافيه، لان الصوره فوتوغرافيه هتخش في سكه ثانيه، ممكن في صور خادعه. زي قصه الايد جت في ايده ما جتش في ايده برضه، لو صوره هتبقى خادعه. اذا وجهه نظر الكابتن جهاد واضحه، هدف صحيح. بشكرك كابتن جهاد. شكرا جزيلا كابتن جهاد جريش. يا جماعه بعد اذنكم حاولوا تجيبوا لنا كابتن احمد الشناوي، لان برضو يعني الناس على السوشيال ميديا بتعلق ان لقطه الكابتن شناوي شرحها وما خدش فيها قرار، فقصه صعبه. هل الكابتن شناوي، هل الكابتن جهاد صح، هل الكابتن شناوي ما خدش قرار؟ ليه وجهه نظر؟ هل عنده قناعه من جواه؟ يعني هل بعد ما شاف اللقطات دي ليه وجهه نظر مختلفه؟ نشوف برضو، نسمع برضو منه تاني ونشوف القصه ايه. عندنا لقطه، طيب نروح الاول نبارك لحمدي فتحي الانضمام للدوري القطري. حمدي من اللعيبه المحترمه قوي الحقيقه، واللعيبه اللي عمرنا ما سمعنا لها صوت، واللعيبه اللي تستاهل دايما التحيه وتستاهل دايما التكريم في توقيت الرحيل. وعمر ناجي وكيل اعمال حمدي فتحي ومجموعه كبيره من النجوم ادى الحقيقه الموضوع بشكل هادي جدا جدا جدا، وقدر برضه يخرج مع حمدي فتحي من الباب الكبير من نادي الاهلي. عمر مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير، ازي حضرتك؟ اخبارك يا عمر؟ كله كويس؟ كل سنه وحضرتك طيب. يا رب دايما وانت بصحه كده. الله يخليك. طمنا على حمدي. لا زي الفل الحمد لله، كله زي الفل. طب الحمد لله. المفاوضات بقى لها قد ايه؟ المفاوضات تقريبا بدات من شهر 3 كده مع بدايه رمضان، كنت انا متواجد في قطر وقعدت يعني مع من يوم ما قلنا الموضوع. صح بالظبط، تقريبا في التوقيت ده. يعني بنتكلم في 3 4 شهور. تمام، يعني من يوم ما قلنا. تمام، من مع بدايه رمضان. صح يعني تقريبا. صح، اتفضل يا عمر معاك. لا ما بدات يعني في خلال 3 4 شهور مع بدايه رمضان كده كنت انا متواجد. هل كنت انت عمر بتبحث لعرض لحمدي في كذا نادي، ولا الوكر هو اللي تواصل معاك؟ لا هو انا فعلا كنت ببحث ليه يعني في السعوديه وقطر، بس هي موضوع الوكر جت صدفه. يعني هي بدات من 2021 صدفه بحته، هي كانت رزق. يعني كنت متواجد في ماتش بايرن ميونخ والاهلي بتاع كاس العالم، وكان معايا الكابتن علي رحمه المساعد المدرب بتاع الوطن مستر تنت اللوبيز، وهو صديق شخصي يعني على المستوى الشخصي. فكنا بنتفرج على الماتش وكده، فلفت انتباهه حمدي، لان الكابتن علي رحمه كان ارتكاز كان قائد نادي الريان ومنتخب قطر، فطبعا دارس الحته دي. فلفت انتباهه حمدي فقال لي الراجل ده ازاي لسه بيلعب في مصر؟ يعني الراجل ده المفروض يلعب في الدوري الالماني بعد الماتش اللي عمله بايرن ميونخ. فلفت الدنيا والدنيا مشيت. وبعد كده لما جت فرصه انه يكون متواجد، هم طبعا كان عندهم في المركز ده عدنان قديوره كابتن منتخب الجزائر، واوميد لعيب ايراني. لما اللعيبه دي عقودها خلصت، كابتن علي رحمه هو اللي اتصل بيا وقال لي الراجل ده لازم يكون متواجد معايا السنه الجايه في الوكره، ان هم كمان داخلين على دوري ابطال اسيا فناويين يعملوا حاجه كبيره. فقال لي الراجل لازم يكون معايا موجود. فنزلت قطر اتكلمنا وشفنا ممكن نعملها ازاي مع الاهلي، ممكن اعاره، ممكن انتقال. فلقينا ان الانتقال احسن فكره، وحمدي كان مرحب بالفكره وقد كان يعني الحمد لله. هل حمدي فتحي المعلومات اللي بنسمعها قريبه من الصحه، او ليها علاقه ان حمدي مضى 3 سنين مقابل 9 مليون دولار؟
لا لا ليه، لا بعيد قوي الحاجات دي. بعيد ها؟ لا 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 مش كده، لا هو مضى 4 سنين عامة مش 3. أربع سنين بس. لا بس مش بالأرقام دي بصراحة يعني. الأرقام دي بعيدة في الأربع سنين؟ لا لا بعيدة بعيدة بصراحة، لا مش كده يعني. لكن العقد كويس طبعا الحمد لله، ربنا يكرمه ويزيده، العقد كويس بس مش الأرقام دي يعني. ربنا يكرمه، هو يستاهل أكتر من كده على فكرة. لا لا حمدي جميل وراجل محترم ويستاهل. لا بصراحة هو النادي الأهلي يعني ما بصراحة ما كانوش متعنتين معايا. كابتن أمير توفيق مشكورا والكابتن محمود الخطيب لما جه العرض هما كانوا شايلينها له، لأن هو بصراحة من بعد أمم أفريقيا الأخيرة بعد ماتش بعد البطولة دايركت بعد ماتش السنغال جاله عرض من نادي سعودي كبير، نادي من التوب 3 يعني. هو عرض بصراحة في الحتة اللي حضرتك بقى كنت بتقول فيها دي، عرض ما يترفضش، والراجل احترم الرغبة وإن إحنا كنا داخلين على كأس عالم أندية وبالميراس البطولة اللي كانت في أبو ظبي بتاعت ماتش الهلال، فاحترموا رغبته واحترم رغبتهم طبعا وكمل وما اتكلمش. فهم كانوا شايلينها له يعني لما جت فرصه ثانيه، وان حمدي خلاص يعني داخل على 30 الفرصه دي ما بتجيش كل يوم، فاحترموها وقدروه يعني بصراحه. ما بصراحه الناس كانت متفائله جدا معاه. عمر، هل كان في اختلاف في الفلوس او مفاوضات في الفلوس ما بين الوكره والاهلي؟ طبعا، ما عشان كده الموضوع طول يعني. العرض اللي اتقدم في الاول النادي الاهلي شاف ان الدنيا بعيد، الموضوع وقف شويه فتره كبيره، كان بصراحه كان ممكن ما يتمش. النادي الوكره يعني الكابتن نايف خاطر والشيخ خليفه كانوا متمسكين بيه بصراحه يعني. احنا اتفاجئنا، كانوا متمسكين بيه ان هو احنا لا احنا داخلين على دوري ابطال اسيا، عايزين حد يبقى عنده الخبره دي، راجل واخد 3 دوري ابطال افريقيا، هيكون مفيد لينا فنيا، مفيد لينا في غرفه الملابس، جوه الملعب، بره الملعب. كانوا متمسكين بيه بطريقه يعني كلنا اتفاجئنا بيها بصراحه. تقريبا هم الترانسفير فيه اللي اتدفع يعني لو ما خانتنيش الذاكره اعلى ترانسفير فيه في تاريخ النادي لو على ما اذكر يعني. فلا الموضوع خد وقت، لان الترانسفير فيه اللي كان محطوط في الاول ما كانش يعني قد طموحات النادي الاهلي، فكان فيه طبعا كلام رايح جاي فخدت وقت، شيء طبيعي يعني. هل كيروش كان ليه دور في اتمام الصفقه دي؟ بشكل ودي يعني، مش ليه دور يعني. هو انا بتكلم بشكل ودي، رايه يعني. لوبيز لما احنا في قطر دلوقتي النهارده كان بيقول لي انا لما سالت كيروش عليه ايه رايك لو خدته، فقال له if you signed him you will have a very good sleep، يعني انت هتبقى مبسوط جدا وانت نايم لو جبت اللعيب ده. قال له لا ده يعني في حته ثانيه. في حته ثانيه، العالم كله عارف الحته الثانيه دلوقتي. لا خلاص، تريد مارك. ترند مصر. طيب برضه بصراحه كيروش بيحبه على المستوى الشخصي وتواصل معاه هنا يعني، قال له هتيجي هنا والدوري كويس والنادي كويس وعندهم طموح. هو حتى كيروش يعني كل مستر كيروش طبعا يعني كل كام يوم بيكون في نادي. الراجل هنا عامل شغل هايل، ولسه فايزين منتخب المكسيك في البطوله اللي هي الكونكاكاف تقريبا، كل يومين بيكون متواجد، فعارف الدنيا ماشيه ازاي هنا كويس. فهو شجعه البروجكت بتاعهم كويس، مش عايزين يبقوا ضيوف شرف في دوري ابطال اسيا، لا عايزين يعملوا حاجه، عايزين يوصلوا لابعد مرحله. فهو ده اللي شجع حمدي بصراحه. طيب هل في اوبشن للاهلي في اعاده بيعه 20%؟ طبعا ما تفوتش دي. يعني طبعا في نسبه اعاده بيع، في نسبه في البيعه الثانيه. طبعا. طيب ما يخص حمدي فتحي بنبارك له، ما يخص حسام عبد المجيد والياس الجلاسي انا عارف ان هم طرفك برضو. حسام عبد المجيد السنه الجايه هل هناك جديد في عروض فعلا من اليونان ومن بلجيكا؟ هو مفيش عرض عشان نبقى دقيق، مفيش عرض، فيه اهتمام وفي ان في سكاوترز متابعينه تقريبا داخلين في 3 4 شهور، في نادي من انديه القمه في اليونان متابعينه، في ناديين في بلجيكا متابعينه، وبعتوا سكاوترز في المغرب بيتابعوه في البطوله دي، مش عايزين يشوفوه لايف اكتر يعني، يشوفوه بقى على الحقيقه مستواه عامل ازاي. وده شيء طبيعي يعني، حسام لعيب محترم، لعيب كبير يعني. يعني المعلومه مظبوطه، نادي كبير، لعيب دولي. نعم المعلومه مظبوطه يعني، المعلومة مظبوطة، لكن على أمل إن شاء الله إن يبقى في عرض. طبعًا أي حد يتمنى يحترف يعني. يعني هو على منظار الأندية، ولكن مفيش كلام جد. على منظار الأندية عشان نبقى دقيقين، يعني على منظار الأندية، عرض لا لسه، بس طبعًا نتمنى ويبقى عن طريق النادي وفي التوقيت الصح، يعني يطلع للمكان الصح، البلد اللي هتضيف له، ويطلع منها على خطوة أحسن مع مدرب صح. وهو الولد بصراحة يعني، إحنا يعني حسام بالذات أنا بشتغل معاه مثلًا ما كملناش 6 شهور، أنا اتفاجئت بيه هو شخصيًا، يعني حسام طلع عقليته لا حاجة محترمة، اللي هو حسام أنت محتاج عندك نواقص مثلًا في حاجات، شغال مع كابتن اسلام جيمي مثلا، اسلام جمال عندك كذا، حسام محتاجين نبدا موضوع اللغه عشان لما تروح محتاجين انجلش، نفذ على طول في خلال 10 ايام، خد كورس في البريتش كونسل بينزل على طول، حضرتك عارف مفيش حد بيعمل الكلام ده،
ما فيش لعيب مصري افتكر بيعمل الكلام ده. احنا محتاجين نعمل ناخد كورس انجلش على طول، بدأ يعني الموضوع ده بقاله 3 شهور. فعنده الرغبه دي، حاجه بتعكس هو عنده الرغبه وعايز يعمل حاجه، مش عايز اطلع وارجع والكلام ده لا. انا بس انا عايز اقول لك يا عمر معلومه، ان طبعا اللي انت بتقوله طبعا نجاح كبير جدا، بس كل معظم ناشئين مصر دلوقتي بيعملوا كده. ده المفروض يعني، احنا اكيد نفسنا نشوف منتخبنا زي منتخب المغرب واحسن كمان. المفروض يبقى عندنا الحته دي، ان احنا نفس والانديه تسمح لنا ان احنا نسيب اللعيبه محمود صابر وابراهيم وكوكا والجيل يعني غريب، شفت امبارح عملوا ايه ما شاء الله. ان شاء الله الاولمبياد تبقى فرصه ليهم كلهم، ان هم وزياد كمال ولا في لعيبه المنتخب جامد بصراحه. فان شاء الله يعني على اللونج تيرم الناس دي هي دي منتخب مصر. يعني الياس الجلاسي في جديد في عقده؟ الياس لا يعني لحد دلوقتي لا، احنا مأجلين كل حاجه لحد بعد الماتش. طبعا هم داخلين على ماتش مهم. هل ليه عروض يعني من انديه مصريه؟ في اكتر من عرض بصراحه، يعني في اكتر من عرض، بس الاداره قالت ان مفيش اي كلام لحد بعد الماتش، يركز على الماتش. الياس نفسه حتى مركز على الماتش، يعني هو عايز فكره ان انا اجيب بطوله. يعني طبعا بتاع البطوله غايب عن النادي بقالي كتير، مش فاكر الاهلي او الزمالك في الصوره، يعني في الصوره بس مفيش حاجه رسمي يعني. طبعا انت عارف موضوع الاهلي كومبليكيتد شويه، يعني في الصوره بس لحد اللحظه مفيش حاجه رسمي، وانا محترمين رغبه النادي، مش نقدرش نتكلم في اي حاجه. اللعيب لسه عنده عقد سنتين، النادي حابب يكمل هيكمل، النادي حابب يجدد. والياس مرحب عامه موضوع التجديد، وعرض وطلب لو اوفر كويس ما عندوش اي مشكله، بالعكس هو مرتاح. راجل نجم فرقه، الناس في بورسعيد شايلها على دماغها، يعني واخد وضعيه بصراحه هو نفسه مبسوط. فلو الاوفر كويس مفيش اي مشكله، هو الراجل عنده عقد، هم مش مجبرين حتى ان هم يجددوا له، يعني لسه فاضل سنتين في عقد. صح عمر، بتمنى لك كل التوفيق يا رب، ومن نجاح لنجاح، ومبروك لحمدي فتحي، وان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا بره باذن الله، وسلم لنا عليه. يوصل حاضر، بشكرك شكرا جزيلا عمر ناجي، وكيل اعمال حمدي فتحي، وحمدي فتحي في الدوري القطري رسميا. بعد الفاصل مكملين معاكم انفراداتنا بعد الفاصل. نرجع تاني بقى ونكمل قصة مهمة جدا مفتوحة من امبارح، وهي قصة كهربا. كل الناس مهما اتكلمنا مهما اتكلمنا عندهم قناعات ثابتة، مين اللي هيدفع فلوس؟ كهربا والأهلي. مين اللي هيحل الموضوع؟ الأهلي وكهربا. مين اللي هيحل المشكلة؟ كهربا والأهلي، أو الأهلي وكهربا. طيب أنا هقول لحضراتكم تفاصيل التفاصيل بمنتهى الصراحة. داخل النادي الأهلي الآن، داخل النادي الأهلي الآن، الناس مسؤولي النادي الأهلي زعلانين شوية من كهربا، إن هو حتى الآن ما خلصش الموضوع. واحد بيسمع يقول لي أنت يعني أنت بتبيع لي البيعة دي، عايزني أقتنع بيها؟ أنا الكلام اللي بقوله لحضرتك ده على مسؤوليتي الشخصية، يعني أنا متأكد منه بنسبة 1000000%، ومراجع عليه جوه النادي الاهلي 3-4 مرات. مراجع عليه جوه النادي الاهلي 3-4 مرات. الموضوع اللي ما يقبلش الاسم على اتنين عشان الناس ما تضيعش وقتها برضه، لو انت عايز الحقيقه عشان الناس ما تضيعش وقتها. كهربا لما جه النادي الاهلي اتفق على عقد بمقابل مادي، وكلام النادي الاهلي كان واضح، في حاله وجود ازمه انت اللي هتحل. يعني لو عندك مشكلة أنت اللي هتحلها، النادي الأهلي مش طرف، وده كان شرط لمسؤولي النادي الأهلي من بداية التعاقد. وكهربا وافق على القصة وتعاقد مع النادي الأهلي ومشي الموضوع. إما مشي الموضوع، كهربا كان الغرامة كانت كبيرة. أنا بحكي لكم السيناريو وامشوا معايا بس واحدة واحدة. كهربا كانت الغرامة كبيرة من أيام الدولار القديم، يعني من ايام سعر الصرف القديم، وكهربا شايف ان ده رقم يعني مش هقدر ادفعه. وكهربا كان في تصريحات هبطل كوره، هعتزل كوره، ممكن اكمل ممكن ما اكملش، يعني عدى بجميع الامور النفسيه. هنا الاهلي واقف ثابت على موقفه على وضعه، احنا متعاقدين معاك، انا عشان اساندك انا مستحمل معاك، لكن اقدر اعمل لك حاجه؟ انا مش طرف في المشكله، انا مش طرف في المشكله. فجي كهربا قال للاهلي ماشي خلاص انا على اتفاقي، بس انا عايز اجدد سنتين واديني مقدم عقد ادفع بيه جزء من الغرامه.
قالوا له ماشي دي نقدر نعملها، اجدد لك واحط لك رقم واديك مقدم عقد تقدر تدفعه. لحد كده الاهلي صابر مع كهربا ومفيش مشكله خالص ومستني حل الموضوع. ثم ابتدى كهربا ينزل الملعب، اتفكت العقوبه وابتدى كهربا ينزل الملعب وفاجئ كهربا الجميع. الفولت العالي نزل دغدغ الدنيا، كسر الدنيا، صال وجال في البطوله الافريقيه وفي كاس العالم للانديه دوري المصري. بص متع نفسك. هنا الخطوه دي، الخطوه دي ساعدت كهربا جماهيريا وكان ليها مردود تسويقيا، ان ابتدى يجيله برامج، ابتدى يجيله حملات اعلانيه، ابتدى ناس من محبي النادي الاهلي دون الرجوع لاداره الاهلي. وكلامي اهو بقى، بصوا كلامي ده لو في سطر غلط حد يطلع يرد عليا، يعني انا لو بقول حرف غلط في اللي انا بقوله يطلع اي حد يرد عليا وانا ساعتها هقول كلامي ده غلط. عشان كده بقول لكم على مسؤوليتي، واللي بقوله ده انا واثق منه بنسبه 1000000%. اما جه محب النادي الاهلي منهم لحساب كهربا دايركت، منهم لحساب كهربا، وفي ناس عرضت، وفي ناس عرضت على النادي الاهلي امور تخص كهربا. طب يجي مثلا يقعدوا مع مسؤول الاهلي عايزين مثلا نعمل حاجه مع رأي، يقول له والله كهربا لاعب في النادي الاهلي زي اي لاعب، ابننا واقفين معاه، عايز حضرتك حاجه منك ليه، منك ليه. الكلمه دي اتكررت جوه النادي الاهلي من 4 5 6 7 اشخاص 7 8 مرات. احنا مش طرف، الاهلي مركز قوي في الجيم، مركز قوي في القصه دي، احنا مش طرف، احنا تعاقدنا مع اللاعب، اللاعب عنده مشكله مع نادي الزمالك يحلها. دخل ناس من محبي النادي الاهلي ساعدوا كهربا، دخل ناس امور تسويقيه اخرى ساعدت كهربا بمبالغ او اتفقت تعاقدت معاه بمبالغ، دخلت بعض البرامج تعاقدت مع كهربا بمبالغ، النادي الاهلي اتفق وادى مقدم عقد لكهربا. اصبح الحساب ده في رقم، الرقم ده يتخطى ال 40 مليون جنيه او كمان ال 50 مليون جنيه. كويس. الوقت ده، التوقيت ده توقيت مين؟ توقيت كهربا يكمل المبلغ. كهربا ابتدى القصه ان انا هحط 30، عايز اكمل هحط 25، ابتدى يتألق بقى 15، ابتدى يتألق طبعا حطيت 10 في 2.5 في 3، ما وصلش في الاخر لحاجه. الوضع دلوقتي ايه؟ الوضع دلوقتي كهربا بيحاول يشوف حل ان هو يدفع نص المبلغ ونص المبلغ التاني ياخدوه من النادي، نادي قفش اللي هو المفروض اللي هو اعلن افلاسه، والناس بتقول لك يعني الاتحاد الدولي بيقول لك اعلن افلاسه، وكهربا اللجنه شؤون القانونيه بتاعته بتقول لا اشتروه ناس جداد فيقدروا ان هم يدفعوا. القرار الاقرب من الاتحاد الدولي، انا تواصلت النهارده مع ناس في الاتحاد الدولي في هذا الشان، القرار الاقرب ان ادفع المبلغ كله وبعد كده ابقى خد بقى اما الناس تاخد حكم بتاعت نادي قفش، يبقى خد نص المبلغ بتاعك. ليه الناس في الاهلي زعلانه؟ لان خلاص الناس عندها شعور جوه الاهلي احنا ساعدناك بما فيه كفايه، الخمسة متر الاخره دورك لازم تزق بقى ادفع، انت تألقت والناس دخلت ودعمت ودفعت وساعدت وسندت، مش هتكسب فلوس يعني، مش هتعمل فلوس، والزمالك ليه حق، خلاص ادفع عشان تركز وتلعب. كهربا في مخاطرة، لأن وارد إن آخرة القصة دي يجي كهربا يحل الموضوع يلاقي نفسه في خطوة إن هو هيتوقف ومطالب يدفع، وساعتها الدفع مش هيشيل الإيقاف، وهنا هتكون في أزمة مع النادي الأهلي، لأن مسؤولي النادي الأهلي كانوا واضحين اللي عليهم عملوه مرة واثنين وتلاتة، ودلوقتي كل اللي بيتكلموا عليه اعمل بقى اللي عليك، ادفع أنت تألقت خلاص، ادفع خلي الموضوع ده يتقفل، خليك تركز، خليك تلعب والأمور تمشي. الموضوع ده آجلا أم عاجلا انتهى،
يعني خلاص الزمالك ليه فلوس هياخدها، القصه هتنتهي، هيدفع الخسران في القصه دي هو كهربا، لان المبالغ تضاعفت عليه بشكل كبير جدا 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 جدا. شرحت لكم قصه كهربا اهو بالكامل. عندي لقطه بس عايز اخدها اقف عندها شويه. عبد الرحمن مجدي، هو عبد الرحمن مجدي يا جماعه ولا باهر؟ حد يقول لي. مع شريف، مع باهر المحمدي، مع محمد هاني. باهر المحمدي مع محمد هاني، هاتوها لنا كده يا جماعه. اول حاجه بقى المحمدي لعيب كبير جدا ولعيب، وشريف لعيب كبير. ما يعني الاسماعيلي في ضغط وفي حاله عصبيه كبيره، دي الاولى مع محمد شريف. يعني الامور ستريس قوي والملعب عصبي قوي. طبعا انا هنا ما اقدرش اغلط شريف او باهر لان انا مش سامع الكلام، انا ما اعرفش الكلام هنا بيقول ايه، انا مش عارف. سواء بقى يعني في امور ممكن مش عاجبه باهر بيرد مش هيرد، هو بيقول للجمهور الاسماعيلي مش هينزل اسماعيلي ان شاء الله باذن الله ما بينزلش. الملعب ما بيحتاجش العصبيه دي، وشرحنا كتير كتير. الملعب في التوقيت ده محتاج الهدوء، وهو ده باهر كابتن الفريق، ده كابتن الفريق. يعني انا في الاول خالص انا حسيت ان الموضوع هزار، لكن ما فيش منطق في كرة القدم يخلي ان ده صورة او شكل، خصوصا ان معلش هتقولي الصورة تاني، محمد هاني مراح لباهر لعيب كبير واتكلم ببقه بغض النظر عن الكلام اللي بيتكلموه مع بعض، بس ما ينفعش ان يبقى فيه مد ايد بالشكل ده، ما ينفعش ان يبقى فيه حالة عصبية بالشكل ده، ما ينفعش انت تصدر مشهد بالشكل ده، خصوصا ان محمد هاني خلاص يعني الموضوع انت عملت واحده الموضوع خلص، بيقول لك خلاص عايز يمشيها هزار، انت متمسك برضو بخناقه ومتمسك بمشهد مش بتاع كوره قدم. ملعب كوره القدم القصه مختلفه، والكلام هنا لازم يبقى بهدوء. حتى الاسماعيلي لو في موقف محرج الاسترس والتنشنه مش هتفيد بحاجه. فده هنا الحقيقه في لقطه شريف وباهر قلت الاثنين ممكن يكونوا غلطانين، في لقطه هاني وباهر لا، يعني مفيش حد في الدنيا بيتعامل بايده كده. انا عايز اسمع بقى اللقطه دي، ده محمد حسن، انا عايز اسمع اللقطه دي كده للحكم الرابع او اللاينز مان. سمعونا كده يا جماعه. يعني أنا سمعت اللقطة الحقيقة وسمعت الزعيق ده استغربت جدا، استغربت. راجل بيتكلم مع لاينز مان، ولاينز مان الراجل في منتهى الأدب الشديد، ولكن هنا يلام اللاينز مان لأن كان لازم في الرياكشن في القصة دي تستدعي الحكم وتقول له. محمد على فكرة لعيب كويس، ومش بتكلم على اللقطة، ممكن يكون محق ممكن يكون مش محق تحكيميا قصة مختلفة، ولكن التعامل مع الحكم تعامل ليه شكل مختلف. فأنا شايف النهاردة لعيبة الإسماعيلي كان ممكن يقدموا أفضل من كده لو الأمور أهدى من كده، والتعامل التحكيمي دايما بنقف عنده بغض النظر إحنا بنحلل أخطائه، ولكن في حاجات غير وارد انها تكون موجوده في الملعب، امور خارجه عن النص، نرفزه، عصبيه، كل الكلام ده يعني احنا الكلام ده بنقف عنده بشكل كبير جدا جدا جدا. هارد لك للنادي الاسماعيلي، ان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاسماعيلي في القادم، ان شاء الله باذن الله النادي الاسماعيلي يبقى في الدوري الممتاز، الامور تمشي بشكل جيد، الاسماعيلي ليه جمهور كبير وعظيم، ان شاء الله باذن الله تمشي الامور بشكل طيب. انا عارف ان صعب الدوري يكون من غير النادي الاسماعيلي، الاسماعيلي نادي جماهيري ونادي ليه تاريخ كبير جدا جدا جدا، اتمنى لهم يا رب ان شاء الله كل التوفيق. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره الكبير العظيم، مبروك للكولر، مبروك للاعيبته المتالقه رغم الاجهاد، مبروك لادارته، مبروك للكابتن محمود الخطيب، وما زال النادي الاهلي في الصداره. عارفين المشهد ده
رغم الاجهاد الشديد ده. النادي الاهلي لعب السنه دي 52 مباراه مقابل 35 مباراه للنادي الاسماعيلي. النادي الاهلي هو اكثر الانديه مشاركه في مباريات هذا العام في الدوري المصري لانه لعب في بطولات كتير جدا جدا. كولر قسطه معلم روتيشن زي ما بطلق عليه دايما، ولكن خلاص احنا في نهايه الموسم داخل على ماتش ماتشين والامور يعني صعبه، ولكن الراجل بيكسب، الراجل بيتفوق، الراجل بيتالق، يستاهل التحيه. وفاضل له 5 نقاط، 3 نقاط المباراه القادمه امام الاتحاد السكندري، ثم المباراه المرتقبه يوم 13 امام الزمالك. في حاله التعادل، في حاله التعادل ينتظر النادي الاهلي التتويج، في حاله الخساره ينتظر النادي الاهلي التتويج، في حاله الفوز النادي الاهلي على الزمالك يتوج رسميا النادي الاهلي بطل للدوري الممتاز. الاهلي عايز 5 نقط بالتمام والكمال. نطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد صديق نجم النادي الاهلي السابق. بعد الفاصل. احمد صديق، احمد صديق، والفاول والتصويبه جوه، جون، جون جميل 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 جميل. احمد صديق، احمد صديق يا جماعه رقم 6، هذا اللاعب احد اشبال ولا شيء النادي الاهلي، هذا اللاعب اللي تالق في الموسم الماضي مع نادي اسمنت اسيوط وعاد مره ثانيه للقافله الحمراء للشياطين الحمر، واحمد صديق بيسجل هدف رائع جدا جدا وهدف جميل بكل تاكيد وهدف اول للاهلي المصري في هذا اللقاء. احمد صديق، احمد صديق هيلعب الفاول للنادي الاهلي، والحكم بيوقفهم على بعد العشر ياردات، وشوط احمد صديق وجوه جول، جوه جول. بقول لحضراتكم دلوقتي عايزه لعيبه بتسقط الكور. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. احمد صديق، صديق نجم النادي الاهلي السابق. حماده مساء الخير، وحشت. وانت كمان يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله خير. عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله تمام والله. لفيت لفه طويله بقى لي فتره ما شفتكش. شويه كده اه الحمد لله، يعني مشوار طويل يعني شويه، يمكن بعد ما بطلت على طول كان الدور الاكبر كان للكابتن سيد عبد الحفيظ حتى في النقطه دي. بدات على طول في سنتين في اكاديميه النادي الاهلي في الامارات، مدير الاكاديميه ومدير 4 فروع الحمد لله. يمكن دي كمان كان فيها شغل اداري اكتر منه فني شويه. بعد كده تواصل من خلال مجلس اداره النادي الاهلي ومن خلال الكابتن خالد بيبو، رجعت سنتين في قطاع الناشئين الحمد لله، حققت بطولتين من خلالهم. بعد كده ربنا كرم من خلال يعني في اخر الموسم الثاني ليا في القطاع، ربنا كرمني واشتغلت مع جهاز محترم جدا كابتن تامر مصطفى في نادي الجونه، بعد كده مع كابتن حسام البدري في فرق الصيف الجزائري. الحمد لله يعني كلها خطوات بالنسبه لي خطوات مهمه جدا وخطوات سريعه كمان، مش هكذب يعني، خلتني اتحطيت في مكانه دلوقتي بالنسبه لي الحمد لله كويسه. رجعت بعد كده من كابتن حسام، يمكن فتره الجزائر دي كانت فتره صعبه لكن انا استفدت من خلالها كتير جدا جدا، واشتغل مع اسم كبير زي كابتن حسام البدري، خبرات كبيره جدا طبعا، منتخب مصر والنادي الاهلي وكل دي حاجات اضافت لي كتير جدا. رجعت بعد كده فكرت ان انا اطور من نفسي اكتر، اشتغلت على ان انا خدت الرخصه الاسيويه الحمد لله في دبي، قعدت حوالي شهرين هناك. بعد كده رجعت الحمد لله في عامل فتره معايشه مع مستر كولر في النادي الاهلي، ودي طبعا خطوه مهمه جدا بالنسبه لي، وكان برضو من خلالك بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ لانه كان ليه الدور الاكبر في كده، وبشكر طبعا مستر كولر برضو على الموافقه في الظروف الصعبه في ظل ضغط المباريات اللي موجوده. يعني لفيت على مدارس مختلفه، ايه الفرق ما بين مدرسه كولر ومدرسه البدري؟ هو مش يعني طبيعي جدا كل واحد عنده فلسفته في الكوره، وكل واحد بيشتغل معاه بتتعلم. يمكن انا حتى لما اشتغلت في قطاع الناشئين اتعلمت كتير جدا من حد اسم كبير زي الكابتن سيد غريب، ده كان رجل كبير جدا جدا او من الاسماء الكبيره جدا في قطاعات الناشئين بشكل عام، استفدت كتير جدا. مرحله بعد كده لما اشتغل مع الكابتن تامر مصطفى، ويمكن بهنيه كمان على الام بي، طبعا عامل نتائج رائعه يعني، وهو يستاهل اكتر من كده. يمكن احنا الظروف ما ساعدتناش في نادي الجونه، نادي محترم جدا يمكن انت ادرى كمان وعارف، لكن كانت الظروف صعبه شويه والنتائج ما ساعدتناش. يمكن الناس كمان كانت متمسكه بينا جدا، لكن الكابتن تامر قال خلاص يعني انا شايف ان مفيش توفيق فنسيب الفرصه لحد غيرنا يعني. لكن عشان كده ربنا كرمه لما راح ينبي عامل نتائج رائعه، لان هو عنده فكر،
ومثقف جدا جدا وبيشتغل على نفسه كتير جدا. فكل دي حاجات بتأهله ان هو دلوقتي يبقى موجود مع انبي في المرحله اللي ماشيه بشكل كويس جدا مع ظل الظروف اللي كان ماشي بيها. الظروف صعبه جدا في نادي انبي في بدايه الموسم. الكابتن تامر جه بعد كده دلوقتي عمل نتائج هايله مع كابتن حسام. طبعا فرصه هو الاكبر وللامانه يعني اكبر مساحه في الشغل خدتها مع كابتن حسام. اداني مساحه كبيره جدا جدا، طبعا اسم كبير جدا وانا اشتغلت معاه كمان كلاعب، فدي سهلت عليا امور كتير قوي. كابتن حسام بيهتم بكل التفاصيل، يعني ما بيعتمدش على اسمه الكبير. يعني في مدربين مع احترامي الكامل يقول لك انا مدرب كبير انا اقعد وخلاص انا عارف انا هعمل، لا كابتن حسام بيهتم بكل حاجه. عندنا ماتش كمان اسبوع، خلال الاسبوع ده بيذاكر الفرقه كويس جدا وممكن يتفرج على خمس ست ماتشات للفرقه اللي هيلاعبها. بيهتم بالتفاصيل الصغيره، بالاكل، بالشرب، كل حاجه. يمكن دي من اكتر الاسباب اللي بتخليه ان هو الكابتن حسام البدري يعني للامانه. شخصيه طبعا شخصيه قويه جدا، ودي من الصفات المهمه جدا في اي مدير فني، خصوصا يشتغل في النادي الاهلي. صح. كلنا عارفين ان النادي الاهلي مش اي حد ينفع يشتغل فيه، فكابتن حسام اسم كبير وانا سعيد جدا جدا فتره معاه. ممكن النادي الاهلي في يوم من الايام يبقى فيه مدير فني مصري ولا صعب؟ مش عايز اقول صعب لان بنشوف نجاحات، يعني كابتن حسام حقق نجاحات كبيره مع النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف بطوله افريقيا في ظروف صعبه جدا. صح. كابتن سامي حتى لما اشتغل في ظروف صعبه جدا انا شايف انه عمل نتائج كويسه جدا. كابتن سامي قمصان لا وارد، يعني وارد، لكن احنا على طول متعودين ان في اهلي وزمالك بالاخص بنقول مدير فني اجنبي. يعني الافضل الاهلي مدرسه اجنبيه ولا مصريه؟ بتهيألي الاجنبيه بتبقى اكتر، يعني الاجنبيه افضل. يعني. طيب لو رحنا الكولر، ايه المدرسه الجديده؟ ايه الاضافات اللي انت حاطط ايدك عليها؟ والله انا لما خدت الخطوه دي خدتها لاسباب كتير انا مقتنع بيها. يمكن انا بتفرج على الماتشات بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، طبعا طبيعي جدا انا متابع كل ماتشات النادي الاهلي، لكن انا لاحظت تطور كبير جدا في الاداء الفردي والاداء الجماعي لكل اللعيبه. يعني بتتكلم حتى من بعد مثلا مباراه سان داونز تقريبا دخل فيك هدفين بس في اكتر من حوالي 12 او 15 مباراه. ده يعني ده تطور دفاعي مهم جدا. بتتفرج على تطور الهجوم للفرقه وهو بيلعب 4 3 3، تطور انا من وجهه نظري مختلف تماما. لان كلنا في مصر لما كنا بنشوف النادي الاهلي هيلعب 4 3 مع اي مدير فني بنقول ليه 3 مفيش محتاج غير 2 ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيهاجم. فلا 4 3 3 مع مستر كولر انا شايفها طريقه هجوميه بحته. يمكن حتى لما اتكلمت معاه هو قال لي فكره ثانيه مختلف، قلت له احنا متعودين 4 3 3 في مصر دي كل الناس بتخاف منها بتقول دي طريقه دفاعيه. قال بالعكس، انا لما بدات اول ما مسكت الفرقه بدات 4 2 3 1 عشان عايز اشتغل دفاعي اكتر لحد ما احفظ الفرقه. يعني هو معنى كده ازاي هو ازاي وظف 4 3 هجومي؟ بنشوف الاثنين 8 اللي في نص الملعب. يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتير عشان دي برضه خطط لعب وحاجات كده. هو راجل الامانه انا بشكره جدا جدا على الفرصه الكبيره اللي هو مديها لي. يمكن انا بعد كل تمرين بقعد اتكلم معاه بشكل فردي وقت طويل جدا يعني، فبيشرح لي ازاي الاثنين 8 دول بيشتغلوا بشكل هجومي. ويمكن انا حتى كان ليا برضه سؤال، يعني انا مثلا بقول له يعني انت طورت حمدي فتحي وديانج بشكل كبير جدا. كلنا متعودين بالزيت. حمدي وديانج بيلعبوا 6 اكتر منه 8، ازاي التطور ده؟ فقال لي الاثنين 8 دول مش الفكره ان هم يكونوا بيهاجموا بس، لازم هم ليهم مواصفات معينه في الشق الهجومي والشق الدفاعي والتحولات الدفاعيه والهجوميه. فكل دي حاجات انا شفتها. يعني نشوف حمدي فتحي ما شاء الله صح. تطور هجومي غير طبيعي. ديانج نفس الشيء، يعني احنا طول عمرنا بنشوف ديانج ده رقم 6 يلعب 6 يلعب 8 دي صعبه، لا النهارده بتلاقي على طول في النواحي الهجوميه بشكل كبير جدا. كل ده تطور. بتتكلم على التطور مثلا للعيب بشكل فردي زي حسين الشحات او بيرسيتاو، سواء بقى تطور بدني او فني او حتى خططي. النهارده بتلاقي بنشوف تحركات مختلفه تماما. مين اكتر لاعب الراجل ده طوره من وجهه نظرك؟ لا في ناس كتيره، يعني في ناس كتيره، بس انا عندي واحد في دماغي من الناس القديمه. يعني قول انت زي ما انت عايز، مين اكتر واحد كولر ده حط عليه بصمه فردي؟ ما هو في اتنين. مين؟ هنتكلم هو بيرسي تاو لعيب كبير، لكن التطور حتى البدني انه يواصل كل المباريات دي من غير اصابات فده تطور. ده تطور في حد ذاته. حسين الشحات من وجهه نظري انا شايفه انه تطور مختلف تماما. صح. وبالاخص في الناحيه البدنيه. لان حسين مهريا ما حدش يختلف عليه، لكن النواحي البدنيه كانت ممكن تكون اقل شويه جوده عند حسين الشحات من النواحي البدنيه. أكيد من الناحيه الفنيه اكيد انا اتفق معاك، اكيد انت صح في موضوع بيرستاو وموضوع حسين الشحات مليون في المية انت صح، ولكن انا مختلف معاك. اكتر واحد هو طور الناس دي تطور كبير، اكتر واحد يعمل تمثال للراجل ده هو كهربا.
طبعا، لان كهربا كان عايز تطور فني وبدني ونفسي. ونفسي طبعا 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 طبعا, طبعًا. كهربا كنا دايما نقول ان في نوعيات لعيبه محتاجين مدرب اسود، يعني مش مدير فني، محتاج مدرب يكون حنين معاك، يكون شديد معاك وقوي معاك، يعرف يهندلك نفسيا، يعرف يقعدك على الدكه وانت مقتنع، يعرف مفيش بم معاه، يعرف يوصلك لاعلى نقطه فنيا، يعرف يديك وحاسك انك في الملعب. الراجل ده عمل كده بصراحه. والاكتر من كده صعوبه الروتيشن اللي بيعمله دلوقتي. تتكلم في كل مباراه مش اقل من 5-6 لعيبه بيتغيروا في كل مباراه عن الثانيه، والاداء ثابت والنتائج تعتبر بشكل كبير جدا ثابته، وحتى المتعه من وجهه نظري في الاداء موجوده. ده يعني ده شغل جهاز فني بحت، انك تبقى محافظ على كل اللعيبه بنفس المستوى ومفيش مشكله. خالص الراجل ده بيعمل روتيشن اضطراري. انا مش عايز اقول اضطراري، لكن انا شايف ان هو بيحاول يستفاد من كل الناس في ظل ضغط المباراه دي. بيحاول يستفاد ولا شايف ان مش عايز يوصل حد الاجهاد؟ انا شايف انه عنده قناعات بكل اللعيبه، والا ما يقدرش يعمل كده. كان على الاقل خالص كان ممكن يبقى يلعب بحوالي 13-14 لعيب لحد ما يقع حد وبعد كده يبدا يدخل واحد او اثنين، لكن هو ما بيعملش كده خالص. هو على طول الروتيشن ده موجود، وده انا شايفه بشكل ايجابي كبير جدا. خد بالك ان انا حتى يعني من بعض الكلام او الكواليس اللي انا بتحصل بينه وبينه، ان هو شايف ان هو حتى ما عندوش وقت يشتغل. يعني انا لما بتكلم معاه مثلا بقول لي لا انا عندي شغل كتير جدا لسه، يعني حتى بقول لي الحاجات الثابته ما عنديش وقت، لان هو برضه ضغط المباراه يعني كل يومين مباراه، ودي حاجه صعبه جدا جدا. بتكلم في حوالي 4 أو 5 بطولات بيشارك فيهم، ويعني انا شايف نسبه تقريبا 100% نجاح فيهم، فده انجاز. الروتيشن اللي بيحصل ده انا شايف انه مهم جدا، والاهلي كان مفتقده، وكان مفتقده اكتر مع موسيماني. يعني دلوقتي الاهلي ليه شكل او ليه هيكل، ولا ليه 11 لاعب اساسيين؟ يعني ليه هيكل 17-18 لاعب يختار منهم، ولا لا في 11 اساسيين؟ لا انا شايف انه عنده لا يقل عن 22 لعيب اساسيين. اساسيين. انت حضرتك بص يا كابتن سيف، النهارده في 5 لعيبه جداد صح كده؟ الماتش اللي قبله 7 جداد. امال انتوا يا كابتن كنتوا زمان تفهمونا ان لازم تختار 11 والفريق لازم يكون ليه شكل ثابت، دي ما بتوصل للفورمه الحقيقيه، ثم بعد كده التغيير يبقى في اضيق الحدود، الكلام ده خلص ولا ايه؟ لا موجود، بس انت بتتكلم في ضغط مباراه كبير جدا. فان انت تنجح في ضغط المباراه ده، ان انت يبقى عندك اكتر من لعيب او اكتر من 20 لعيب كلهم جاهزين، هو ده نجاح. ده نجاح يحسب للجهاز الفني. وده معنى كانه مدير فني ناجح، انك خلال ضغط المباراه ده قادر انك يعني يعني بتخلي 22 لاعب كلهم جاهزين. مدرسه الراجل ده افضل ولا مدرسه موسيماني افضل؟ لا طبعا انا شايف ان ده افضل جدا. بطولات وانجازات محدش لا يختلف عليهم احد. ولكن كان عنده مشكله كبيره جدا. اداره فنيه عاليه. مين؟ كولر. طبعا موسيماني كانت مشكلته الوحيده، وكلنا كنا بنشوف ده. مفيش لك بدلاء. اللي انت بتتكلم فيه 12-13 لعيب بس. صح. فدي كانت مشكله كبيره جدا. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. والحقيقه ادي هنا اللمسه وادي المحاوله، وهل الرابع قادم؟ هل الرابع قامد؟ هي بركات حركها، جول 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 جول. انت 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 ما فيش غيرك انت احمد صديق، احمد صديق خلاص 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 اتعودت اقدامه على الاهداف، اتعودت اقدامه على الشباك. طبعا بركات في القصه دي حطها لك سهله قوي، يعني سهله قوي. انا عامل له الجول الاولاني، عامل له الجول الاولاني برضه يا كابتن، فبيرد لي الجميل يعني. كانت العلاقه كويسه، كانت الكيمياء راكبه مش يعني مش بركات بس، كل الناس. عشان كده يمكن الجيل ده كان مميز جدا يا كابتن. طبعا كل جيل والناس برضه كويسه، لكن الجيل بتاعنا الامانه كان مميز بان كله بيحب بعضه بشكل كبير جدا. يعني بتسمع يا كابتن دايما عن التحكيم، بتشوف ان ليه دور؟ يعني ليه دور يعني يرجح كفه ما يرجحش كفه، ولا هي بتبقى توفيق وعدم توفيق، مره ليك مره عليك زي ما احنا بنشرحها؟ يعني هو طبعا بيبقى ليه دور كبير جدا يا كابتن، وفي فرق يعني بشكل كبير جدا فعلا بتتعرض للظلم، يعني ظلم بس التحكيم. عمرها ما مش مقصود حق مش حق. لا احنا ما نقدرش نقول مقصود او مش مقصود، يعني لا دي لا ما يعني حتى لو فرقه تعرضت للظلم تمام ما خدتش قبل كده حق طبعًا مش حق، يعني طبعًا كل ماتش هي نفس فرقه بتاعت الظلم. بص يا كابتن، يمكن انت لو كنت هتسالني مثلا على الفار ده قبل ما اشوفه بالشكل ده، كنت لك لا انا هيقتل متعه كره القدم. يعني انا كنت بقول كده، لكن انا بروح، لكن دلوقتي عمل عداله لكره القدم. يعني الكوره كابتن لازم يكون فيها الاحداث دي. لازم، يعني
وانا مشجع او متفرج عادي جدا هبقى مبسوط جدا وفي هدف بيتلغي وهو صحيح واوفسايد. هي الكره كده. اتفرجت النهارده على ماتش الاهلي والاسماعيلي؟ اه طبعا. الكره ايه؟ صعبه جدا. يعني انا لحد دلوقتي شايفها صعب، بس يعني رد فعل لعيبه الاسماعيلي ف يعني رد فعلهم ان بالشكل ده فاكيد لمسه يد. اكيد لمسه يد. يعني انا بقول على رد الفعل بتاع لعيبه النادي الاسماعيلي. هو في دلوقتي محمد حسن ليه رياكشن كده يعني معنا. مش يعني الرياكشن ده لو في ظل الظروف الازمه او المشكله الكبيره او موقف النادي الاسماعيلي لو هو متاكد ان هدف صحيح متهيألي كان ممكن رد فعله يبقى اكتر من كده. يعني ده الحاجه الوحيده اللي اقدر يعني انت عايز تقول انت كلاعب بالخبرات بتبص الرياكشن اللاعب تفهم الكوره؟ طبعا بشكل كبير جدا. لو انا متاكد ان انا ان هدف صحيح لا انا كنت يعني كان رد فعل هيبقى مختلف تماما يعني على الاقل ده اللي نقدر نقيم بيه الحاله دي. هي صعبه. ده الرياكشن. لا يعني مش ما بقول حاجه في ظل الموقف اللي فيه النادي الاسماعيلي. لا انا كنت هتوقع ان رد فعل محمد حسن لا يبقى اكيد لمسه يد. اكيد لمسه يد. انت جيت بقى من واحده تانية خالص. انت يعني اتكلمت عن الحاله وعن لا انت اتكلمت عن رد فعل الحاله صعبه طبعا ودي حاجه مهمه جدا. لو انا شايف ان انا جبت هدف صحيح لا هيبقى ليا رد فعل مختلف. فدي تفرق كتير جدا. يعني دي انا وجهه نظري ان يعني تقدر تحكم بيها على اذا كان هدف صحيح ولا لا. يعني ده وجهه نظر انا يعني. هل في لقطه الهدف انت كنت عارف ان قانونا الهدف صحيح بتاع الاهلي؟ كنت عارف ان المدافع لو خرج يبقى مفيش اوفسايد؟ لو خرج ازاي يا كابتن؟ خرج بره الملعب المدافع. يعني انت الهدف صحيح. ايوه انت اللقطه كانت محيره بالنسبه لك؟ لا 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 انا عارف ان الهدف صحيح. ايه هدف صحيح يا كابتن. هدف صحيح. لا انا بتكلم على اللاعب اللي بره الملعب خالص. انا فاهم. لا هدف صحيح. هدف صحيح. لا لا لا. طب هل اللاعب ما عندوش المعلومه دي؟ مش عارف ودي غريبه جدا. لان احنا يا كابتن احنا متعودين حتى من واحنا بنلعب كان بيجي لنا الحكام في بدايه كل موسم قبل الموسم ما بيبدا بيجي يشرحوا لنا القوانين الجديده ويقول لنا التعديلات وكل الحاجات دي. فكل الحاجات دي بنبقى عارفينها. انا متذكر كمان تقريبا لو اللاعب مصاب وخرج يعني مصاب وما خرجش باذن الحكم وهو بره على الخط بيتحسب يعني تحسب انه كانه في الملعب. يعني هو وقع وخرج بره الخط مع نفسه تمام تحسب جوه الملعب فهدف او حاجه. انا متذكر ان كانت شرحت لنا الحاله دي قبل كده. افضل لاعب في المباراه النهارده مين؟ يعني انا من وجهه نظري في اثنين. مروان عطيه رقم واحد. مروان اخذ مان اوف ذا ماتش. لكن انا شايف قفشه قدر النهارده دور كبير جدا. وبالاخص كمان في النواحي الدفاعيه. يعني انا شايف ان قفشه عمل صاحب قرار عمل في الاهلي كبير قوي. صاحب قرار في الاهلي. مين ثلاث اربع لعيبه اللي ترص عليهم وبعد كده تشكل؟ ما بلاش انا عشان شهادتي مجروحه شويه في الحاجات دي. لا انا بتكلم ثلاث اربع لعيبه. انا وسعت لك القماشه اهو. بعد الشناوي. ماشي. على الاقل هنتكلم في اللي بنشوفه دلوقتي. عبد المنعم. ومروان. وبيرسيتاو وحسين الشحات. خلينا نقول اربعه يعني. دول الاربعه ترص عليهم وبعد كده تشوف هتعمل ايه. وكمان ونقدر نقول كهربا كمان على الاداء المميز اللي بيأدي بيه من بعد ما رجع من ال انت قلت الشناوي وقلت بعد الشناوي. الشناوي بالنسبه لو اي حد يعني اصلا مش هنحسب حراس المرمى لان انا وجهه نظري ان الثلاثه بيأدوا بشكل كبير. طبعا الشناوي رقم واحد وحارس كبير جدا. لكن لما لعب علي ادى بشكل كبير جدا. لما لعب مصطفى شوبير ادى بشكل كبير جدا وكانت مباراه صعبه في نهائي افريقيا. لا وحمزه علاء مكسر وحمزه الدنيا. كمان ما شاء الله. فيعني انا شايف ان نغمه ان الاهلي محتاج حارس مرمى دي اتقفلت تماما يعني. اللي ما كانش ليها من وجهه نظري ما كانش ليها اي داعي حتى في الفتره اللي كانت بتتقال فيها يعني. فانا شايف ان الموضوع اتقفل تماما. في الفتره دي ممكن كان وجهه نظر ما شافوش الحراس. بس لما شافوا الثلاثه بيتالقوا ازاي بعد الشناوي ما حصل الاصابه الناس خلاص استريحت. ممكن حضرتك زي ما حضرتك بتقول كده. لكن من قبل ما اقول كده ما انا عارف ان علي لطفي جون كبير جدا جدا. وحتى مصطفى لما شارك قبل كده تقريبا الموسم اللي فات او بدايه الموسم ده برده كان بيأدي بشكل كويس جدا. الموسم اللي فات تقريبا صح كده؟ صح. ادى بشكل كويس جدا. يعني ليه الداعي؟ وبعدين مع احترامي الكامل يا كابتن هي الفكره مش ان انا عايز اجيب حارس وبس. طب انا بره في الدوري او في الفرق المنافسه في حارس افضل من اللي عندي ولا لا؟ هو ده المعيار. مش ان فكره ان انا اجيب صفقه بس. انا اجيب صفقه هتفيدني او تبقى اضافه اكتر من اللي عندي. هو في حراس بره افضل من اللي عندك؟ يعني مع احترامي الكامل اكيد في كل فرقه فيه. بس ما اقدرش اقول احسن من اللي عندي يعني. انا وجهه نظري ان الثلاثه اي حد فيهم يبقى متواجد هيبقى رقم واحد. هيبقى احسن من اللي بره؟ مش عايز اقول كده يا كابتن. لكن بقول ان يعني انا وجهه نظري لا الثلاثه موجودين في النادي الاهلي. وبعدين ضغط النادي الاهلي ده حاجه مش اي حد يقدر يلعب في ضغط
ضغط الماتشات وضغط النتائج اللي بيبقى محتاجها على طول الاهلي، فانا شايف ان الثلاث اي حد فيهم هيبقى رقم واحد. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. المحاولة، هل النادي الأهلي يقرب من الهدف الثالث؟ ممكن. الله 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 الله، مين أفضل منك؟ مين من أحلى منك؟ مين أنت يا صديق؟ يا صديق من لمسة، من همسة، والله أحلى همسة، هدف رائع رائع رائع. في حاجات كده نوايا، دي نوايا. قلت لها روح. ممكن تقدر ترتب لي حراس مرمى النادي الاهلي؟ ليه السؤال المحرج ده؟ سؤال طبيعي. لا طبعا كلنا عارفين الشناوي رقم واحد. تمام. وبرده يعني للخبرات نقدر نقول كده برده يبقى علي لطفي، وبعد كده مصطفى شوبير، وبعد كده حمزه. حمزه علاء. اه. طيب. رايك في اداء محمد عبد المنعم ايه؟ انا شايفه لعيب كبير جدا. يعني من وجهه نظري يعني بيفكرنا بشكل كبير جدا بابراهيم سعيد يعني. في سنه بس كده في حاجات معينه ان شاء الله تهدى تبقى الدنيا زي الفل. لكن لا، لعيب كبير يعني. مروان عطيه نفس الشيء، ولسه عنده اكتر من كده كمان. يمكن انا مروان اول مره شفته كنت انا موجود في نادي الجونه واحنا بنلعب النادي الاتحاد، يمكن بعد المباراه على طول حتى قلت لجهاز لعيب كويس جدا. ما كنتش طبعا اعرفه بشكل كبير يعني، قلت لهم ده لعيب كويس جدا جدا جدا. كنت انا يعني كنا احنا في الجهاز مع كابتن مقسمين نفسنا شويه يعني. انا مثلا مسؤول عن الفرقه الثانيه، كابتن رضا الفداوي طبعا برده من الناس المحترمه جدا، كان معانا في الجهاز كمدرب عام، كان مثلا مسؤول عن خط الدفاع. فيعني انا كنت بشوف الفرقه الثانيه بشكل اكبر، فكان تعليق الاكبر على مروان عطيه في الملعب يعني في المباراه دي. لعيب كبير يعني. مروان شايف ان ليه تاريخ كبير مع النادي الاهلي؟ بنسبه كبيره لانه انه يدخل وسط الفرقه بالشكل ده وبالسرعه دي، يبقى على الاقل رقم واحد في مركزه. فدي حاجه تحسب ليه في وسط اللعيبه الكبيره اللي موجوده، يمكن سولية وديانج وحمدي قبل ما يمشي وقفشه وكل الناس. لا، فيعني معنى كده انه لعيب كبير. هل النادي الاهلي يقدر يلعب بنفس الطريقه السنه الجايه ولا في احتياج لمهاجم قوي؟ لا، بنسبه كبيره محتاج لمهاجم قوي. بنسبة دي كبيرة. يعني قولا واحدا يعني. مع طبعا مع وجود كهربا ومع وجود شريف لازم يعني. الانديه الكبيره يا كابتن سيف، احنا في بدايه الحلقه بنقول ايه؟ اللي فارق مع النادي الاهلي الفتره الاخيره في ظل ضغط المباراه دي انه عنده 25 لعيب جاهزين. صح. فطبعا اكيد لازم محتاج فرود واثنين كمان، ولا في مشكله خالص يعني. كابتن احمد شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن سيف. شرف وجود حضرتك دايما. ربنا يخليك. التوفيق في الخطوه الجايه. يا رب ان شاء الله. دعواتك مكسب كبير ان شاء الله لاي فريق. ربنا يخليك يا كابتن سيف، واشكر حضرتك وانا اللي سعيد بوجودي معاك النهارده. ده شرف ليا. ربنا يخليك. شكرا كابتن. خلصنا حلقتنا النهارده مع الكابتن احمد صديق نجم النادي الاهلي السابق، بشكره شكرا جزيلا، بتشرف بوجوده معايا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده للكابتن احمد شوبير. اشوفكم على الف خير.